لنحكي أكثر عن الفصح ورموزه ودلالاته. معنا بالاستوديو القصيص الدكتور سمير يعقوب. يسعد صباحك وفصح مبارك. الله يخليك، شكرا. المسيح قام، فصح ينعاد عليك وكل عام وانت بألف خير. معالم الصوم والاحتفال بالعيد اختلفت هذا العام لوجود فيروس كورونا المستجد. خلينا كيف نحكي، كيف انعكس هذا الموضوع على الصلوات والتجمعات بقلب الكنيسة؟ منذ فجر الكنيسة الأولى اعتادت الكنيسة على الحالات الطارئة، فإذا قرأنا سفر أعمال الرسل نرى أن الإصحاحات الخمسة الأولى تتكلم عن حالة طوارئ، فهناك شيء جديد مستجد في العالم تستمع إليه الناس وتراقبه. ونحن أريد أن أثني على شعبنا الذي انضبط حقيقة وامتثل لمطالب الجهات الرسمية والصحية وحجر نفسه بنفسه وقاية لصحته وأيضا درءا لصحة الآخرين. فكانت الصلوات في البيوت كما سمعنا، والبيوت هي أيضا عبادة. البيت هو نواة للعلاقة مع الله، فالأب والأم والصغار يتعرفون على الله في بيوتهم. لماذا قال الرب أكرم أباك وأمك؟ لأنه يريد أن يطلب من الأولاد الذين رأوا وجه الله في حياة والديهم أن يكرموا الله أيضا في بيوتهم. فنحن امتثلنا وتحولت، وطبعا هناك أيضا وسائل تواصل استطعنا من خلال الواتس ومن خلال الفيسبوك ووسائل تواصل أخرى أن نتبادل الأفكار، وزادت ثقافتنا كثيرا حقيقة في هذا الوقت. يعني حتى صاروا يرسلوا لنا رسائل أنا لم يسبق لي أن كنت أعرف منها ما هو تحذيري ومنها ما هو تثقيفي، وأنا أشكر كل الذين تواصلوا أيضا معي شخصيا وزادوا من معرفتي، فأنا مدين لهم. نعم، يعني دكتور، يعني مثل ما ذكرت حضرتك نحن بهذا الوقت عم نعيش طقوس مختلفة، ولكن هي هذه الطقوس يعني اعتاد عليها المؤمنين من زمان، ودائما بصلب الإيمان وجوهر الإيمان هو تخطي الصعاب واختبار النفس البشرية في جميع الظروف. يعني القيامة هي أساس الإيمان المسيحي كما نعلم. خلينا نتعرف من حضرتك عن أهمية قيامة السيد المسيح في والإيمان. عندما أراد الرسول بولس أن يعرف أو يعطي تعريفا عن الإنجيل في رسالته الأولى إلى كنيسة كورنثوس الإصحاح الخامس عشر، قال وأريد أن أعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي به تقومون، يعني الذي هو أساس إيمانكم، قاعدة إيمانكم، إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثا. لكن إذا كان إيمانكم سليم فأريد أن أقول لكم أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام حسب الكتب. ربط القيامة بنبوءات العهد القديم وبتعاليم العهد القديم، وأنه ظهر للرسل أي للتلاميذ ولبعض الأخوة ولأكثر من 500 أخ ما كانوا ما زالوا على قيد الحياة في ذلك اليوم. ثم قال إن لم يكن المسيح قد قام باطل إيماننا، باطلة كرازتنا. محور القيامة أو فكرة القيامة هي محور إيماننا. وفي سفر أعمال الرسل طبعا في عجالة وعظتين، الوعظة الأولى في الإصحاح الثاني في يوم 50 للرسول بطرس، والعظة الثانية في الإصحاح 13 للرسول بولس في مجمع أنطاكية في سيدية، الرسولان ركزا على نبوءة المزمور 16 عندما يقول لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى فسادا. فقال الرسولان بتوافق تام أن المقصود في ذلك ليس داود بل المسيح. نعم سلمى، مثل ما ذكرنا اليوم الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي تحتفل أيضا بالشعنينة المباركة. رح نروح مباشرة إلى الكنيسة المريمية. معنا زميلتنا ليا نحاس متواجدة هناك لتنقل لنا أجواء الصلوات المقامة هناك، وهي يلي عم تقتصر فقط على الكهنة. شعنينة مباركة ليا. في
في قاعده الفيلم. نعم، صباح الخير لك يا نرمين، وصباح الخير لسلمى، وصباح الخير لكل مشاهدينا ولضيوفنا. بدي أقول شعنين مباركة على كل الطوائف الشرقية المسيحية وعلى الطوائف الغربية. بدي أقول لهم فصح مجيد والمسيح قام حقا قام. أنا موجودة مثل ما ذكرتي يا نرمين عند الكنيسة المريمية، تقام صلاة الشعنين بحسب التقويم الشرقي، ولكن داخل الكنيسة الصلاة تقتصر على رجال الدين فقط. يعني بظل الظروف يلي عم نمرق فيها والوباء يلي منتشر بكل العالم، السنة الصلوات والاحتفالات والأعياد اقتصرت انه نحتفل من قلب بيتنا. وبدي ادعي اكيد كل المشاهدين فيهم يفوتوا على صفحة الكنيسة المريمية ويتابعوا القداس ويصلوا من بيوتهم. واكيد بدنا ندعي يحل الخير والسلام، وبدنا نقول إن شاء الله هيك يا رب هالأعياد تمرق علينا بصحة وبخير على كل الناس. يا ريت هيك كلنا اليوم نشعل شمعة، شمعة خير، شمعة حب وشمعة سلام، وندعي ونصلي من قلوبنا إنه هالأزمات يلي عم تمرق على بلدنا وهالوباء نقدر نتخطى أكيد بإرادتنا. ما في أحلى من إنه نصلي من بيتنا، نشعل شمعة وندعي نحن وعائلتنا سوا. خلينا نعمل بكل بيت هو بيت دين، هو بدل الكنيسة بدل الجامع، نكون كلنا عم نصلي، نكون كلنا عم ندعي من قلبنا لحتى تتخطى هي المرحلة على خير. لكل طفل زعلان اليوم ما قدر يحمل شمعة الشعنينة ويلبس ثيابه الجديدة أو يروح على الكنيسة أو يروح عند بيت جده يعايد، بدنا نقول لهم إن شاء الله يا أطفالنا ينعاد عليكم، بس نحن لازم نضل بالبيت لحتى نتصدى سوا فيروس كورونا. بدي ارجع اقول شعنين مباركة ان شاء الله يا رب على كل السوريين، وبدي اقول فصح مجيد كمان ان شاء الله هيك قيامة لسوريا من كل الازمات الصعبة يلي مرقت عليها، ان شاء الله بينعاد على الكل بألف خير. وبدي ارجع عايدكم يا صبايا وعايد كل الناس يلي عم يتابعونا، وبدي خص بالمعايدة ابطالنا ابطال الجيش العربي السوري والاطباء والممرضين. بدي اقول لعمال النظافة يلي عم يسهروا من أجل نظافتنا ليل نهار، لرجال الشرطة ولكل حدا عم يتعب من أجلنا، بدنا نقول لهم إن شاء الله هيك كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله وأكيد بإرادتنا وبدعائنا وبصلواتنا أزمة ورح تمر. رح أرجع لعندكم على الاستوديو نرمين وسلمى، وينعاد عليكم. ينعاد عليك عن جديد ليا، وشكرا لك. اكيد رح نوافيكي بمزيد من الرسائل، وبدنا نضم صوتنا لصوتك. بدنا ندعي اليوم كل المؤمنين، كل الاشخاص يكونوا ببيوتهم موجودين عم يصلوا ببيوتهم. يعني سلمى العيد مختلف بكل اجواءه، مثل ما قالت ليا اجواء ما متعودين عليها. نعم. نحن عم نعيشها لاول مره. نعم نرمين، يعني كنا عم نتابع ليا نحاس، اكيد بدنا نعايدها ونقول لها شعنينه مباركه، ونعايد كل الطوائف المسيحيه اللي بتتبع التقويم الشرقي. شفناها من امام الباب الخارجي للكاتدرائيه المريميه. حقيقه اليوم الكاميرات البث المباشر تبقى خارج الكنائس من الخارج لتنقل لكم أصوات الصلوات من الكهنة من داخل الكنائس. هي هذه الحال حقيقة في جميع دول العالم التي تحتفل، وفي سوريا قريبا بإذن الله، وبصبرنا وبإيماننا وبقدرتنا على البقاء بالمنزل واتباع الإجراءات قريبا سنعود إلى الكنائس وإلى الجوامع وسنقيم الصلوات. لكن الآن حقيقة نحن صلواتنا من قلوبنا ومن داخل بيوتنا ومن خلف الشاشات، إن كان على الموبايلات عم نتابع البث المباشر للصلوات، وإن كان عبر شاشات التلفزيون والإعلام الرسمي. ورح نرجع أكيد لحضرتك دكتور، كنا عم نحكي عن مشهد القيامة، واليوم ونحن عم نعيش هاي الأيام بظل طبعا العالم كله يستنفر للتصدي لفيروس كورونا الوباء العالمي المستجد، اليوم لأي درجة الإيمان حقيقة ممكن يكون السند لكل مؤمن في هذه الظروف؟ الإيمان يقول بأن الألم يتكامل مع المجد. ما هي القيامة؟ الآلام تكاملت مع القيامة فتكاملت مع المجد. وحقيقة يعني تزامن أنه أنا ترجمت كتاب
لأسيس من سويسرا جان جاك ميلان، قابلته بلوزان، اسمه الداء والشفاء تحت أنظار الله، يتضمن قصص عن أشخاص تكاملت آلامهم مع آمالهم فاتحدوا مع الله ورأوا في الآلام مجد. ونحن محظوظين أننا في القيامة نبدأ، أو بسبب القيامة نبدأ علاقتنا مع الله مع قوة القيامة. فإذا استعرضنا القيامة نرى أن مسيرة آلام وموت وقيامة. الرسول بولس يقول في علاقتنا مع الله تبدأ بنا القيامة، لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. أتعرف عليه بالعكس، يعني عندما يدرب الجندي على يفكفك البندقية بيقول له حبيبي آخر قطعة فكيتها ركب أول قطعة. فنحن بعلاقتنا آخر قطعة مجد القيامة نبدأ به، حتى إذا بدأنا به نرى أن الأمور الأخرى تهون وتسهل ونتكيف معها بسهولة. نعم سلمى، كمان بدنا نرجع نروح لعند زميلتنا ليا نحاس يلي هي متواجدة بالكنيسة المريمية أيضا. نعم. ليا رجعنا لعندك، شعنينا مبارك عن المريمية عن جديد. عن جديد شعنين مباركة، كنا عم نحكي رسالة إنه لكل ولد زعلان إنه ما نو قدران يشارك اليوم بالشعنينة ويحمل شمعة. أنا وماشية لقيت شباب من كشاف كنيسة أو كاتدرائية المريمية حاملين كراتين بإيديهم، فسألتهم وين رايحين يا شباب، فرح نعرف لوين رايحين. رح أقول صباح الخير لجورج. صباحك، شعنين مبارك. وعليك يا رب وعلى الجميع يا رب الصحة والخير والعافية. يعني اليوم عم تقام الصلوات داخل الكنيسة مقتصرة فقط على رجال الدين، ولكن اليوم أيضا شبابنا عاملين أنتم مبادرة كتير حلوة في ظل الوباء يلي نحن عم نعيشه. فينا شعلة معكم قداحة؟ هي الشمعة شباب حكوا لنا شو رح نعمل فيها. هي الشمعة اليوم نحن طالعين لحتى ندور على أطفال الرعية لحتى لهن ما قدروا بسبب هاي الظروف إنه يكونوا معنا بالكنيسة، ولا حتى نحن نقدر نتواجد بهذا الوقت. فرح ندور على كل باب بيت ونعايدهم ونعطيهم الشمعة اللي متعودين دائما هن عليها يشعلوها ويدوروا فيها بالكنيسة. بدي اقول لكل الاولاد، يعني هي الشمعه شعلناها بس انطفت على الهواء. بدي اقول لكل الاولاد يلي عم يتابعونا، يعني نحن رح نكون بمنطقه باب شرقي القصاع، باب توما وجرمانة ايضا. رح يوزعوا الشباب الكنيسه هي الشمعه لكم لحتى تعيدوا العيد وما حدا ينحرم، لحتى كنيستنا الصغيره اللي هي كل واحد ببيته نعيد ونوصل الفرحه للاولاد. يعني ان شاء الله يا رب ينعاد عليكم. كمان قديش اليوم اسمك؟ ربيع. اليوم قديش يعني هي اللفتة من شبابنا هيك بتفرح قلوب كتير من الولاد وقلوب كتير من الأهالي، هكلانين هم أنه يمرق هالعيد، يمكن يكون حزين بعض الشيء من عدم مشاركة الأطفال بالكنايس. لا، عطول معروف بالكشاف أنه نحن نترك بصمة بكل عيد، بصمة فرح للأولاد، للكبير، للصغير. فنحن هاي السنة ما قدرنا أنه ما نترك كمان بصمة كتير حلوة، اللي هي أنه أقل واجب علينا أنه نحن نشغل شمعة ببيوتنا ونقدم هاي الشمعة لأولادنا وللي نحن منحبهم، وكرمال محبتهم ومحبتنا لألهم ما رح نخليهم يجوا ويخاطروا بحياتهم، نحن رح نروح ونقدم لهم الشمعة ببيوتهم ونخليهم يحسوا بهاي الفرحة. ربيع، أنتوا اشتغلتون هدول الشمعات؟ ايه نحن اشتغلنا، جمعتوا بعد شباب الكشاف و... وبشكر الست هيلين حوشي كانت عم تساعدنا بتزيين الشمع. يعني حتى الامهات تبع الرعيه هن دائما سند لانه مساعدين وداعمين لهذا الشيء. شكرا كثير لك. بدي ارجع لعندكم صبايا، يعني مثل ما شفنا شمعه لازم كلنا نضويها، وهي الشمعه اختاروها الشباب وشموع كثيره لحتى يوزعوها على كثير من الاطفال لحتى يحتفلوا بالشعنين من بيوتهم. رح ارجع لعندك نيرمين.
شكرا لك ليا. يعني سلمى، ومن وين ما كان احنا قادرين اليوم نضوي شمعه وندعي لخلاص سوريا والعالم كله. اكيد اكيد. يعني ابونا مثل ما شفنا دكتور، كان الشباب عم بيقولوا كل واحد فيه يكون كنيسه، عنده كنيسه بقلب بيته، وحضرتك كنت عم تحكي عن الايمان اللي بيتوج بحدث القيامه وبنبدا من حدث القيامه. خلينا نرجع نكفي في حديثنا. الإيمان يتوج بالقيامة، وهذا دليل على أنه البشارة انطلقت ووصلت إلى العالم، لأن هذا التتويج هو تعبير عن 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 تقدير لتدبير الله لخلاص الناس. فالفادي أو هو البديل يجب أن يكون من جنس المبدل، وثانيا البديل يجب أن يكون مالكا لنفسه تضحويا. هلا في كل تراث العالم، في كل لغات العالم، بكل ثقافات العالم، كيف تنظر الشعوب الى ابطالها؟ كتضحويين ام كمتبرعين؟ تضحويين. في شيء مره قال الشهيد الفلاني حيتبرع بي، لا وضحى مضبوط. فالبديل تضحوي، مالك لنفسه يقدمها لاجل الاخرين. وهذا البديل الذي يقول عنه في الرسالة إلى العبرانيين: فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا بهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أولئك الذين كانوا خوفا من الموت كل أيامهم تحت العبودية. ففي القيامة أيضا لم يعد الموت يعني قفزة في المجهول، هي قفزة في المعلوم، هي جسر تعبر إليه إلى أبدية سعيدة حيث لا وجع ولا ألم ولا تنهد ولا بكاء ولا شيخوخة. دكتورة ماشي. نعم دكتور، خلينا نحكي أيضا مع حدث القيامة اليوم، لأي حدا أخذ مساحة ضمن الكتاب المقدس؟ القيامة سلسلة متكاملة بين تعليم العهد القديم وتعليم العهد الجديد، والرسالة إلى العبرانيين توضح ذلك عندما ثبتت أن رئاسة الكهنوت ليسوع المسيح هي البديل الذي أوقف العمل بكهنوت الرموز إلى الكهنوت الحقيقي الذي هو المرموز إليه. فقال بالرسالة للعبرانيين: أقسم الرب ولم يندم، مقتبسا من المزمور 110 أنك كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق. فإذ لنا رئيس كهنة مثل هذا قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات، بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين. فتدبير الله للخلاص هو تدبير متكامل بسلسلة غير منقطعة ومتاحة للجميع ومقدمة للجميع، والجميع مدعو إلى هذه الوليمة الملوكية. يعني دكتور، من حديثنا الإيماني اليوم وحقيقة دائما يعني نستحضر كثير من الطاقة والإيمان في أعياد الفصح وحدث القيامة. بختام حديثنا لليوم كلمة بتتوجه فيها لكل المؤمنين اللي ببيوتهم عم بيتابعونا اليوم عبر شاشات التلفزيون أو عم بيتابعوا الصلوات عبر النقل المباشر. كلمة اليوم هي من وحي رسالة القيامة والرجاء دائما لقيامة سوريا ولقيامة كل دول العالم من الوباء المستجد. بما أننا نؤمن أن القيامة عمل تضحوي كبير جدا، فيجب نحن أيضا أن نتمثل بها، فنتمنى الخير للجميع دون استثناء، ونتمنى الصحة للجميع دون استثناء، ونتمنى أن نرى تعاونا كونيا في محاربة هذا الوباء، وأن لا تكون هذه الجائحة فرصة للشماتة، بل فرصة للتعاون والتعاضد والتكافل والتآلف لكي يرفع عنا هذا الوباء وتزول هذه الجائحة وتعود البشرية كلها إلى سابق عهدها. خسر الكثيرون وظائفهم، وخسر الكثيرون صحتهم، وخسر الكثيرون حتى آمالهم. لا تستعاد إلا بقوة القيامة
وبالتعاون وبالالتفاف حول بعضنا البعض لكي نخرج، ونخرج نحن أيضا في هذا البلد الذي نحبه ونعتز أن الله خلقنا فيه لكي نراه يعود نبراسا للحضارة وللحياة يعني مع بعضنا البعض، الكوهابيتيشن، للتعايش السلمي المبارك. أكيد من ضمن صوتنا لصوتك عن جديد بدنا نتمنى أنه يكون في صحة مجيدة لكل السوريين ولكل العالم. في كتير أشخاص يمكن هلأ زعلانين أنه مظاهر العيد للأسف اختلفت عن السنوات الماضية، مثل ما قالت ليا زميلتنا ليا برسالتها، الأطفال زعلانين ما شعلوا شمعة، ما لبسوا ثيابهم الجديدة، شو ممكن نوجه لهم كلمة؟ أنا بقول له للأطفال أحبائي بهالأزمة صحتكم، يعني يقال بأن صحة الطفل يعني حصانته منيحة، وكمان هالأزمة رح تخلي عقلكم أكبر، فتشوفوا أنه بالأزمات فيكم تستغنوا عن بعض الأشياء المحببة لإلكم في سبيل الخروج من الأزمة. فبتمنى لهم صحة، وبنفس الوقت يعني أنا واثق بأنه عقلهم رح يكبر بهالأزمة، ورح يكون بالنسبة لإلهم قدرة في المستقبل لأزمات لا سمح الله آتية أن يكون تعاملهم معها بطريقة احترافية. أكيد، يعني بدنا نشكر وجودك معنا القصيص الدكتور سمير يعقوب، شكرا لك على كل هاي الرسالة الإيمانية والإنسانية والتسامح أكيد اللي بنتمنى يوصلنا للخير والصحة بالنهاية. شكرا لك، شكرا لوجودك امتياز معنا. امتياز لي أن أكون معكم. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا. أهلا وسهلا فيك.